بتتحس وما تتقلش، بس قريب قوي هتتقل. هو يوسف ده ايه؟ ولا ايه امرك يا شاطر؟ شاطر مين شافاني وابني؟ يا ابني اصبر شويه. اه انت مستور على شكلك كده. شكلي كده ديني ودادي كامل. يا عم تشوف درفيل الغنوه الشعبيه بتاعتك. بعد غياب 4 سنوات عن الاعمال السينمائيه، عاد الفنان المصري مصطفى قمر بفيلم جديد بعنوان فين قلبي، ليخوض عبره اولى تجاربه بعالم الانتاج. وهالفيلم يعتبر من النوع الاجتماعي والعائلي، وخلال لقاء خاص لاغاني اغاني تحدث مصطفى عن هالعمل وتوقعاته حوله. الفيلم لايت رومانتك كوميدي، والفيلم كل العيلة ممكن تدخله، في احاسيس جميلة، في مشاعر نبيلة ومشاعر الضد، وفي كل حاجة، حياة كاملة يعني. انا سعيد بالفيلم ده لانه هو يعتبر ان شاء الله نقلة في تاريخي. مصطفى قمر اللي عم بيعود للشاشة الكبيرة بهالفيلم تشارك البطولة مع شيري عادل، اللي بدورة استقبلت كاميرا أغاني نيوز روم بابتسامة كبيرة وكشفت بعض التفاصيل حول العمل المذكور. ميرسي وانتم معانا دايما، ودي حاجة بتبسطنا. عمل بالتوفيق كده. عاوز اتكلم عن الفيلم وعاوز اتكلم عن كواليس الفيلم بالنسبة لك. كواليس الفيلم كانت حلوة جدا، لان اولا مصطفى قمر لذيذ جدا في التصوير، وكل ضيوف الشرف اللي جم اصلا اصدقائنا، يعني ومثلت مع حمادة هلال قبل كده، يعني كل اللي جم اصلا بنحبهم جدا واحنا اصلا اصدقاء. يسرى طبعا عشرة، لان بنات سوبرمان، ولسه ان شاء الله بنات سوبرمان الجزء الثاني، فانبسطنا جدا في الكواليس. مصطفى قمر منتج للمرة الاولى، ايه رايك؟ حلو قوي، وبصراحه كان يعني ما كانش بيبخل على الفيلم باي حاجه والله بجد، وكان نفسه ان هو يطلع فيلم حلو، وكان نفسه ان هو يطلع فيلم لايت رومانسي كوميدي بشكل اللي هو بشكل كصوره وكاماكن وكده، يعني كان بيحاول ينقي احلى حاجه ان هو يصور فيها، ويعني بصراحه ما كانش بخيل على الفيلم خالص. نقول للجمهور عن فكره الفيلم في المضمون. انا مش عايز احرق لهم الفكره عشان خاطر يخشوا، بس هو قصه حب. حتى بالاماره كان لسه بيقول لي وهو حاضني فوق في الاوضه انك مش هتشتم. بقى جايب الجاتوه وعايز تاكل منه كمان. العمل اللي بيضم عدد من الوجوه السينمائية المعروفة تخللوا إطلالة خاصة لتيام مصطفى قمر بأول تجاربه على الشاشة الكبيرة، ومعظم اللي حضروا الفيلم لاحظوا الشبه الكبير بين الأب والابن. الله يبارك فيك. أنا ما هو الفيلم بتاعه أنا بجمله، بس طالع مشهد واحد في الفيلم بس، يعني هو المشهد كان رومانسي، المفروض الفلاش باك بتاعته هو زمان وهو وفريدة، فأنا قاعد بلعب معها على البيانو. بس انك انت اتجسد شخصية والدك هو صغير في الفيلم، يعني شايفها ان هي بالنسبة لك الشبه كبير من بعض الحاجات. ما هم كلهم بيقولوا لي شبهه، عشان كده قالوا لي انت كويس قوي للدور ده. فهو الفيلم طالع من اوله لاخره طبعا حلو قوي، اتمنى ان كلكم تشوفوه يعني ويعجبكم. طبعا ده تاني تعاون مع مصطفى بعد فيلم حبك نار. احنا بنقدم هنا نوعية مختلفة ونوعية جديدة، اطار كوميدي اجتماعي رومانسي، بيتناول قيمة من قيم المجتمع، بنحاول نرجعها تاني للسينما. السينما المصرية بقى لها كتير ما قدمتش النوعية دي، وبنتمنى يا رب الفيلم يحوز إعجاب الجماهير يعني. حوا جابتني وحوا خدتني في نوة قلبت جنان. طب أنا هصدقك زي ما أنت كل يوم بتسيبني وتروح تنام جنب واحدة تانية. هتروح لها؟ لا طبعا. وجوه فنية عديدة حضرت الفيلم ووقفت إلى جانب قمر بهالمرحلة الدقيقة، وكانت عبرت عن رأيها لأغاني أغاني بشكل سريع. كل سنة وانت طيب، وألف مبروك على الفيلم الجديد، وأتمنى لك النجاح الجامد قوي إن شاء الله، عشان الفيلم ده خاص جدا بالنسبة لك. أنا عارف كلنا معاك، وإن شاء الله ربنا يعني حينولك اللي ببالك، وانا بحب افلامك كلها، كل الافلام بتاعتك انا بحبها، وانت حبيبي من زمان يعني. بالنسبه لي مصطفى اخو صديق يعني، بقول له ربنا يوفقك، وشجاع منك انك تنتج فيلم زي ده. تعبت فيه كتير وعشان توصل له، عشان يطلع للنور، فبتمنى له النجاح يا رب. غايب عن السينما بقالك فتره، لقاء فينك ان شاء الله قريب. فيلم ناجح ان شاء الله، ويعني ويطلع زي حريم كريم كده واحسن ان شاء الله. ومصطفى بلدياتي وصاحبي واخويا، ما اقدرش اتاخر عنه في يوم زي ده. احنا بنعتبره الايام دي العروض الخاصه كانه فرح، فهو العريس النهارده، فلازم اجي ابارك له. فيلم احلى من رائع، وانا عايز اقول لك انا من بحب مصطفى قمر في التمثيل جدا كمان.
محمد امتى اشوفك عشان السينما؟ ان شاء الله في العيد صغير قلت لك والله العظيم 100 100. الاصداء الاوليه لفين قلبي جيد نسبيا من ناحيه المضمون الفني، علما انه توقعات مصطفى قمر من ناحيه الاقبال الجماهيري والشعبي على الفيلم كانت اكبر، ولكن وجود عده انتاجات جديده بالصالات جعلت المنافسه اصعب من المتوقع. سوري انا اسف، انا افتكرت دي اوضه احمد حلمي. مش حضرتك استاذ هاني رمزي بتاع الكوره؟ كوره فين قلبي يا ناس دلوني عليه.